مرحبا والله مسهلا. مبارك لكم النجاحات ما شاء الله تبارك الله. المتعلق الله يطول عمرك ويسلمك. وش العلوم طال عمرك؟ اليوم انتهينا من زاد عامر بن شليه السبيعي. من فضل الله. ما شاء الله تبارك الله ونهنيكم بالنجاح. اللي غير مستغرب على قوافل الصحراء. تم الانتهاء اليوم من مزاد ابل وقعدان وبعارين منقية الفايزات منقية فهد بن عامر بن شليه وتم اليوم بيع مبيعات طيبة. حقق لك كسرنا رقم المليون فوق وهذا من توفيق من الله سبحانه يستهل. والحلال يستحق ويستاهل. طيب وش المفاجأة القادمة؟ المفاجأة القادمة ان السلعة اذا وقفت عند قوافل الصحراء تاخذ ثمنها. السلعة اذا جت عند قوافل شعار. الصحراء هذا شعار لكم تاخذ حقها الصحيح. المفاجآت باذن الله مزادات الاسامي كبيرة والكبيرة الله، لكن المزادات هذه والاسامي هذه ما سبق وأن أقيم لها مزاد. لأول مرة. لأول مرة. أسامي أصحاب سمو ملكي، أسامي رجال أعمال كبار. أصحاب منقيات معروف. أصحاب سلالات قوية جدا جدا جدا. أنا. انتظرونا. الجمهور له حق ولا جمهور قوافل كذلك. نبيك تعطينا ثلاث سلالات وثلاث ألواء. ثلاث سلالات. ثلاث ألواء. وثلاث ألواء. أي. مجاهيب. تمام. سلالتها وحيدان وطنبو حيدان كفو وغيرها وكذلك مجاهيم تحقق المركز الأول دائما منجية. في كل حضور منقية ما هي المنقية لكن رديفة المنقية كفو. هذا خلصنا من المجاهيم. اللون الثاني طال عمرك عندنا الصفر طبعا سلالة عبدان وسلالة